السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ معكم عم. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر الكريم، وربنا يعود علينا وعليكم باليمن والخير والبركات ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله النهاردة هتكلم عن موبايل جديد في الفئة الاقتصادية الساعة، والموبايل ده هو موبايل جديد من شركة انفينكس، بيقدم امكانيات كبيرة وبسعر طبعا كالعادة قليل. ولكن قبل اي حاجة احنا عملنا انترو جديد بقى وغيرنا، فعايزين بقى ايه الاشتراكات تزيد واللايكات تزيد وكده، فيلا بينا ننزل بالانترو الجديد. يلا بينا. انا صارف ومكلف والله، يعني شفتوا الانترو عامل ازاي. اول حاجه بنتكلم عنها هي تصميم الموبايل من الخلف. طبعا الموبايل بيجي بتصميم من البلاستيك عاده الفئه الاقتصاديه السعر، ولكن هنا الموبايل يعني شبيه شويه من الازاز، فبيدي لمعه جميله بتبين لك ان الموبايل يعني بريميوم او غالي، ولكن هو فئه اقتصاديه. طبعا شكل الكاميرات اتغير بقى شبيه جدا بالاس 20 والحاجات دي، ولكن الموبايل شكله من الخلف جميل. في سامبوكسات برضو هنا في او تطليعات هنا تحت في الموبايل، البصمه بتاعه الموبايل في منتصف الخلف بتاع الموبايل، فالتصميم من ظهر الموبايل جميل وعصري وشباب. اما التصميم من قدام فبيجي بشاشه ووتر دروب سكرين من نوع اي بي اس ال سي دي بمساحه 6.82 انش، والشاشه هنا بجوده اتش دي بلس بدقه 1640 في 720 بي، وبمعدل كثافه بكسلات 263 بكسل لكل انش. وكمان شاشه الموبايل هنا بتدعم الابعاد الجديده 20.5 ل 9. وبصراحه شركه انفينكس هنا قدمت ليك شاشه كبيره بمساحه 6.82 انش، ودي بتخليك ان انت تقدر تستمتع في الالعاب وفي الفيديوهات. اما عن اداء الموبايل فالموبايل بيجي بمعالج من شركه ميديا تك، هو معالج ميديا تك هيليو اي 22، والمعالج ده طبعا رباعي النواه بتكنولوجيا 12 نانومتر. اما عن المعالج الرسومي فهو معالج من نوع باور في ار جي اي 8320، والمعالج ده هيديك اداء كويس جدا في الالعاب وثابت يعني، وهيبقى فيه تجربه طبعا علشان نشوف ببجي هتشتغل على الموبايل ده ولا لا، وهي ببجي شغاله وزي الفل. وده طبعا علشان كل اللي بيسالني اول سؤال بتساله في اي موبايل بشتغل عليه، هو الموبايل ده بيشغل ببجي ولا لا. كمان موبايل هوت 9 بلاي بيدعم وضع تعزيز الالعاب او الجيم مود، وده بيخلي طاقه الموبايل كلها تتوجه للعبه علشان يديك اقصى اداء للموبايل، فتقدر تستمتع وانت بتلعب لعبه ان الموبايل ما يبقاش فيه تقطيع او تهنيج معاك. اما عن نقطه التفوق اللي موجوده هنا في الموبايل ده، فالموبايل ده بيجي باكبر بطاريه موجوده في الفئه الاقتصاديه، ومساحه البطاريه هنا 6000 ملي امبير. ايوه يا جماعه 6000 ملي امبير، الرقم ده مظبوط وصح. وكمان شركة انفينكس اضافت نظام توفير للطاقة جديد في الموبايل ده، هو سمارت باور سيفر، علشان تقدر توفر في الطاقة بتاعة الموبايل لو حبيت ان انت ما تستهلكهاش بسرعة كبيرة. كمان من النقط الكويسة اللي موجودة في الموبايل ده ان الموبايل بيجي بكاميرا خلفية مزدوجة، الكاميرا الاولانية بتيجي بدقة 13 ميجا بكسل، والكاميرا التانية بتيجي بدقة 2 ميجا بكسل، ودي كاميرا AI او ذكاء صناعي بتصور صور كويسة جدا في الاضاءة المنخفضة. اما الكاميرا الاماميه بتاعت الموبايل فبتيجي بدقه 8 ميجا بكسل، ومعاها فلاش امامي من نوع ليد فلاش. اداء كاميرات هوت 9 بلاي، الموبايل هيديك اداء كويس جدا سواء كنت بتصور في الاضاءه النهاريه او لو كنت بتصور بالاضاءه اللي في الاضاءه الليليه، هيديك برضو اداء كويس جدا. وبالنسبه للكاميرا الاماميه برضو هتديك صور سيلفي واضحه وجميله. ذاكره موبايل هوت 9 بلاي، الموبايل ده بيجي بنسخه واحده هتكون موجوده في مصر، هتكون موجوده ب 2 جيجا بايت رام مع 32 جيجا بايت ذاكره داخليه، مع امكانيه زياده كارت ميموري لغايه 256. اما عن الامان اللي هيقدمه لك موبايل هوت 9 بلاي، فالموبايل بيدعم بصمه الاصابع، ودي موجوده هنا في ظهر الموبايل، وبيدعم كمان معاها خاصيه الفيس انلوك. اما عن الشحن اللي موجود في موبايل هوت 9 بلاي، فالموبايل بيدعم الشحن من خلال منفذ اليو اس بي مايكرو الموجود في اسفل الهاتف، وبيدعم كمان معاه خاصيه الاوتو جي، وجنب المنفذ في منفذ 3.5 ملي الخاص بسماعات الاذن. وكمان موبايل هوت 9 بلاي بيدعم مستشعرات كتيره زي التسارع والقرب والبوصله، وكمان بيدعم مستشعر الجيروسكوب الخاص بنظارات الفي ار، ولكن هنا شغاله عن طريق السوفت وير مش هارد وير. موبايل هوت 9 بلاي بيجي باندرويد 10 مع واجهه مستخدم اكس او اس 6.0 مع خاصيه الجو اديشن، ودي طبعا خفيفه شويه النسخه دي عن النسخ اللي كانت قبل كده. موبايل هوت 9 بلاي بيجي باربع الوان، الاسود والبنفسجي والازرق والاخضر، واحنا معانا طبعا النهارده اللون الاخضر.
ودلوقتي احنا خلصنا مميزات موبايل هوت 9 بلاي، دلوقتي هنتكلم عن عيوبه. الموبايل اول عيب فيه ان هو بيجي بمنفذ اليو اس بي مايكرو، وطبعا في منافسين ليه بيتفوقوا عليه ان هم بيجوا بمنفذ اليو اس بي. تاني عيب ان الموبايل طبعا ما بيدعمش الشحن السريع، والبطاريه هنا 6000، يعني الموبايل هياخد وقت طويل جدا في الشحن، وكان المفروض ان هم يحطوا الشحن السريع علشان الموبايل يشحن في وقت كبير علشان البطاريه كبيره. طبعا ثالث عيب ان الموبايل هيكون اداؤه ضعيف شويه، وعدا طبعا علشان خاطر ان المعالج اللي هنا مش قوي جدا فهيديك اداء متواضع شويه. اما عن سعر الموبايل هوت 9 بلاي، فالموبايل هيكون زي ما قلت بنسخه واحده 2 رام 32 جيجا بايت ذاكره داخليه، وسعر النسخه دي هيكون حوالي 1700 جنيه. وطبعا دلوقتي انا هقول رايي في موبايل هوت 9 بلاي. الموبايل مش هيديك اقوى حاجه، ولكن هيبقى موبايل ثانوي ليك لو انت حبيت تشيل موبايل ببطاريه كبيره وشاشه كبيره، فالموبايل ده هيكون اختيار كويس، وفي نفس الوقت سعره هيكون سعر كويس، يعني مش غالي ولا حاجه. والموبايل ده برضو بالنسبه للناس اللي لسه بتشيل اول مره موبايل هيكون حاجه كويسه، وخصوصا الناس الكبيره في السن علشان بيديهم شاشه كبيره وبطاريه كبيره. وبالنسبه للشباب برضو اللي بتحب بابجي، فالموبايل ده هيكون مناسب جدا ليكوا، والموبايل هيديك اداء كويس جدا في بابجي، وزي ما شفنا في التجربه اللي فاتت فالموبايل بيشغل بابجي بامكانيات كويسه، يعني مش وحش، زائد ان بطاريته كبيره فهيديك اداء كويس وتقدر تلعب كتير. وده كان رايي المتواضع طبعا في موبايل انفينكس هوت 9 بلاي. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم النهارده باذن الله، واتمنى ان انا اكون قدمت معلومات كافيه عن موبايل هوت 9 بلاي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، وتعمل اشتراك في القناه لو ما كنتش مشترك، وتفعل زرار الجرس علشان تشوف الفيديوهات اللي بعد كده. ويا ريت يا جماعه تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زرار الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو، ده شيء بيدعمني وبيخلي طبعا ان انا اقدر استمر في الفيديوهات دي. واخيرا وليس اخيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، لا اله الا انت. واشوفكم على خير باذن الله في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وهنزل بالانترو برضو تاني يا جماعه، يلا بينا. اشترك في القناه وفعل زرار الجرس، وما تنساش تعمل لايك للفيديو. اشترك في القناه وفعل زرار الجرس وما تنساش تعمل لايك للفيديو.